خريجة أكاديمية الفنون كيفي عملت زوج سيتكومات خدمة مديدة في التلفزة تقريبا 4 سنين من 2015 بدأت في جو الوثائقيات نساء في قبضة العقيد بعد جا فيلموك صوف قرون الفلاقة مصور رئيس واليوم نحكيه على فيلم بايل شعب فرحان برشا ضيفتنا سماح الماجري مرحبا مرحبا بيك عايش كرامي مرسي إن شاء الله مبروك قاعد نقرأ شوية نشوف الفيدباك فما برشا تفاعل على الفيلم بايل شعب إخراج أمان الغربي وسماح الماجري سيناريو شاكر بعشيلة تمثيل ياسين العبدلي وهشام بوزيد العرض الأول كان 11 جانفي في مدينة الثقافة والفيلم تعدى في الجزيرة وثائقية وموجودة على الشان يوتيوب ونشوف في برشة تفاعل فرحانة بالفيدباك بطبيعة ذي خدمة فريق كامل عندنا أكثر من عام ونحن نخدمه والحمد لله معناتها أنه الفيلم لقى معناتها أعجب الناس هذا هي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف وهذا المهم معناتها حجم التفاعل هذا سميح كان فوق سقف توقعاتك وإلا أقل النقاشات اللي تحلت اللي تحل في دي ديسكوسيون والله يشوف هو كي تمس حاجة بني ثورة العربين ماهيش معناتها كما نقولوا حدث تاريخي عابر معناتها ثورة العربين هي أول ثورة في تاريخ تونس في التاريخ الحديث في التاريخ ايه معناتها بخيسك في نصف القرن التاسع عشر هي اول ثوره معناتها في تاريخ تونس ماهوش حدث هكيكا معناتها هي اول ثوره ثاروها على الظلم على بي البلاد التونسية اللي هو صادق بي إثر أنه معناتها رفع في المجبة من 36-72 بعد أول مرة يتوحدوا القبائل والمدن في الإيالة التونسية في الإيالة التونسية ومش سهل أنك تجمعهم وتحاصر الإيالة في فترة من فترات ويظهر زعيم اللي هو علي بن غذاهم بعد الأحداث معناتها نحن علاش سمينا من الأول ربيع الثورة ومن بعد خريف الثورة في الممكن في جزئين جزء الأولاني هو كيفاش تكونت الثورة هذه وشنية الأسباب السياسية والتاريخية والاجتماعية باش نشأت الثورة هذية ظهور الزعيم علي بن خذيهم توحد القبائل والمدن لأول مرة في تاريخ تونس ضد ظلم البيات الجزء الثاني يحكي على خريف الثورة اللي هو الانشقاق اللي صار في صفوف الثوار دهاء البي استعمال البي للشيوخ الصوفية وبشواته خاصة تبيعة مصطفى خزندار فهمت ومنت دهاء البي كيفاش استعمل المماطلة عن طريق المفاوضات كيفاش معناتها استعمل الشيوخ الصوفية اللي هما كان عندهم دور كبير في الفترة ذيك في مؤثرين في مؤثرين بطبيعة معناتها الطرق الصوفية والزوايا كانت عندهم معناتها خدمة كبيرة في وذيك علاش علي بن غذاهم دخل في المفاوضات خاطر كي جيب له مصطفى بن عزوز اللي هو معناتها كما نحن نقوله صوفي وشيخ الطريقة الرحمانية اللي هي نفس الطريقة الرحمانية اللي جاي منها مفهوم الحسينية والباشية في فترة من فترة يعني بعد هم استعملوها واستغلوها باش صار الانقسام داخل الثوار بعد وصلنا للساحل اللي هو زروق وما أدرك ما زروق معناتها تحكينا على فما برشا ثوار ما كانتش ثورة معناتها العلي بن غذاهم فما كان فما الماشطة فما الدهميني في الساحل اللي هما والمحلات هذوكم والمحلات محلات زروق معناتها اللي هما بحيسك معناتها أبد بالضبط هو خلينا نحطوا الأمور هو الفيلم تاريخ اللحظة مفصلية في تاريخ الإيالة التونسية نرجع العام 1864 حاجة قاعدة تراسخة في الذاكرة الجماعية التونسية تسميت ثورة العربين أو ثورة علي بن غذاهم خليني نرجع معاك سامح للعنوان كما حكينا هي ثورة علي بن غذاهم زمن محمد صادق بي وسميته الفيلم ببي الشعب اللي هو لقب المنصف بي علاش يقول القائد سامح خليني نكمل سؤالي علاش افتكيته لقب المنصف بي هذا بي الشعب ونسبتوه لثائر من ثوار الإيالة التونسية علي بن غذاهم هو رو اللي خذي هو علاش المنصف بي بعد ما تم القبض على علي بن غذاهم معناتها تشفى في تعذيبه معناها وصل حتى كي يمشي مثلا باش يتنقل
يمشي يصيف يهز معاه يتنقل بيه، لأنه الصفة خذيها علي بن غذيهم في فترة من الفترات يعني بعد مجمع القبائل، لأنه مسألة راك تجمع القبائل في فترة من الفترات وتوحد المدن أنت في 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 منطقة العروشية وقتها خاصة منطقة العروشية وزمن قيسي تسمى راه في 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 اللي صارت فيه معناتها الثورة، فتسمى بي شعب علي بن غذيهم خذيه السيتا ذاك، فهو عليه معناتها البي منسيش الوصفة ذاك اللي يخذيه علي بن غذيهم في فترة من الفترات. رغم مش سهل إنه حتى معناتها ما ننسيوش إنه الأحداث اللي صايرة مع الأحداث العالمية اللي صايرة وقتها اللي هما القناصر الفرنسيين ولا الإنجليز ولا العثمانيين أنتم في فترة من الفترات وصلوا يبعثوا في رسائل لعلي بن غذيهم. هذا باش نجي هنا من بعد معناتها معناتها وصل علي بن غذيهم وصل إنه كما راح نقولوا خذيه نوع من الشرعية، فهمت معناتها فهو ما نسيلوش الصفة هذيك بعد كما نقول طرح الفيلم يقول لك في الوقت هذا فما شكون يراهم ماهوش بريء، خاصة ثورة علي بن غذيهم وقتها كي نسقطوا اللي صار تاريخيا على وقت توا، فما ثلاثة حاجات مهمة صارت نعيشوها اليوم اللي هي وباء عالمي وقتها، اليوم عندنا وباء اللي هي الغلاء الكبير وقتها الجبية طلعت برشا، وتدهور العملة كنا نعرفوا دينار التونسي متاعنا توا، معناها فما شكون يقول لك الفيلم مهم والفيلم أي معناها يأرخ الحقبة زمنية مهمة، ولكن طرحوا في الوقت ذاك يتعدى على الجزيرة في 14 جانفي ما هوش بريء. نحن كملنا الفيلم عنا اللي اختاروا تاريخ البث هما في قناة الجزيرة، هما اللي اختاروا تاريخ البث لكن هذا مهم إذا وصل فهم التشابه هذي بين الفترة هذيك والفترة هذي، يعني أنتها هذي حاجة مهمة جدا معناتها، لأنه الترابط اللي صاير بين الأحداث السياسية اللي صارت في الفترة ذيك والأحداث السياسية اللي صايرة توا والفيلم وصل الميساج هذا، فهذا مهم معناتها معناتها نحن بتيتخ ما كانش عنا حتى ضمنين إن مش نوصلوا الميساج هذا، نحن أطرنا الأحداث بمصداقية كما صارت في الفترة هذيك بالتشابه اللي موجود توا، هذي معناتها حاجة معناتها مهمة جدا ويلزم يوصلنا الدرس، وهذا اللي حبينا نقوله معناتها. قريت كومنتير يقول لك سامحني سمني هذه ومن بعد نرجع لك، يقول لك انه الفيلم يشجع على ثورة أخرى، خاصة في قفلة الفيلم يحكي على ثورة اغتصبت ويتأسف على المسار هذاك الكل، معناها طبيعي نحن تو نتأسفوا على المسار، كانوا يدعوا يقولوا ليه راهي الثورة هذه اغتصبت وراهو لازمنا ما نقعدوش مكتفين يدينا ولازم المسار الثوري هذاك نصلحوه، ما نعرفش الطريقة خاطر انت ما خليتش طريقه في الاخر. لا هو مش انا، هو كان معناتها معايا مخرج اخر اللي هو طبعا طه الغلبي، معناتها يمكن المساج اللي حبينا ما نعرفش انت كان شفت الشوط الاخرانيه اللي هي كانت موجوده نتاع الفرسين وزوز فرسين اللي كانوا موجود، هو المساج حبينا نقوله انه راه كل واحد فينا ثائر، كل واحد فينا فارس، لكن ما تخليش معناتها يكون علي بن غذيهم انا نقول نوعا ما السجاده نتاعو ما عندوش الحنكه السياسيه ومشابك كما نحن نقولوا القيمه اللي كانت قدامه اللي هو الشيخ الطريقه الرحمانيه، فتنازل وتخل في مفاوضات معناتها، وكان ينظر انه ما يصيرش الحاكم يغلط لكن النجم معناتها ندخل معه في مفاوضات ويمشي في الطريق الصحيح نتصالحوا معاه، هذا اللي خلى علي بن غذيهم يمكن عدم الحنكة اللي ما كانتش عنده اللي هو اللي خليه يخسر الفرصة هذيك، فهمت سيموني ري. لا انا حبيت نرجع على اشتوى المسلسل الفيلم هذا، خاصة انه ثم الموضوع هذا ولا موجود في عديد من الاعمال، ثم اللي خرج توا وثم اللي قاعدين نستناو فيه كما فيلم محمد علي ميهوب اللي على التغبيش على الدغبيجي، معناتها هالعودة للتراث الثوري التونسي، يعني الظرف هو اللي فرضه ولا لا؟ شوف نحن مش نكون واضحين، نحن حتى في كي نرجع ديما نقراو التاريخ المكتوب اللي كتبته الدولة أو كتبته السلطة في فترة ما، راه مهم جدا نعاودوا نكتبوا
إعادة التاريخ، راه مهم جدا نعاودوا نبحثوا نحاولوا نوصلوا الثورات هذه والشخصيات المهمة اللي فعلها في تاريخ الدولة التونسية، يزلنا نظهروا القيمة هذه للأجيال اللي جاية والأجيال الصاعدة. الأجيال اللي جينا جيش يرجع يقرأ لك 50 كتاب، وهذا خدمت عليه، فهمت؟ يزم تحط له فيلم على الأقل، فيلم باش تنجم هكا توصل له يفهم اللي معناتها. فما يا أخي فما برشا دخلوا تفرجوا في علي بن غضيم، قالك مثلا أنا ما كنتش نعرف حملة زروق هذيك اللي في الساحل، ما كنتش نعرف اللي كانوا فما ثوار في الساحل، ما كانش فما موجودين. هذه حاجة مهمة معناتها، يلزمنا نوصلوا، يلزمنا نعاودوا نكتبوا التاريخ بالطريقة اللي تخليه راسخ في الأجيال القادمة، معناتها مش ديما ننظروا له بفيزيون واحدة، هي فيزيون كتابة التاريخ من طرف السلطة، وهذا اللي يلزم معناتها نهربوا منه شوية. أعتقد اللي أنتم في الفيلم هذا خرجتوا من الفكرة اللي فرضتها السلطة، لأنه ديما التاريخ يقولوا يكتبوه المنتصرين. شوف نحن لأنه في الفيلم يعني خرجتوا من الوضعية هذه؟ لا شوف الفيلم أطعم فسر، عملت إعادة قراءة بالطبيعة معناتها يعني. شوف نحن معناتها عملنا بحث كما نحن نقولوا سمعتوا برشا روايات، رجعتوا سمعنا برشا روايات، وكان شفت أنت ساعات تلقى حتى في المؤرخين تلقى البوغ والكونتخ، مش نوصلوا التناقض هذاك اللي هو مهم. حاجة ومن بعد نلقى حاجة هذاك مهم. نحن أخذينا ابن أبي ذياف اللي هي اللي هو بتبيع السلطة اللي هي أوفيسيال، لكن أخذينا زيدا مؤرخين طرقوا الموضوع هذا وبحثوا، نحن بحثنا فحبينا نشوفك البوغ والكونتخ باش انت يوصلك المساج اللي يعني حابين نوصلوه. تعطيني الروايات الكل وانت الروايه صحيح. اللي تراها لوجيك اقرب لك تبناها انت، انا ما عطيتكش روايه واحده. من اول الفيلم انا متابع شويه للشان الحسيني، فما تفصيله بدا بها الفيلم. الفيلم ما بداش من ثوره علي بن غذاهم، رجع للمشير احمد باشا باي والاصلاحات اللي حاول يقدمها او رؤيته هو، المشاريع اللي كان مثلا كونه نحرق، كونه اسس للعسكر او للجيش الموحد وغيره. هذم الكل ترقلهم الفيلم ما بين الأسطر هما أسباب تردي الوضع في الإيالة التونسية، ولكن فما قراءة أخرى لي أنا ما شفتهاش في الفيلم اللي الرؤية هذه كانت مهمة برشا في تاريخ الإيالة التونسية، كونوا هذوما اللي سميناهم أو عددناهم، كونوا نحى القرصنة، كونوا نحى تجارة الرق، كونوا صرف برشا فلوس على الجيش التونسي، وكذلك بناء قصور في المحمدية مش مشكل. هذم حاجات إيجابية، الفيلم اطرحهم كانوا حاجات سلبية هي ساهمت في تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. لا هو شوف نحن مانيش ننكر انه فما معناتها بيات كان عندهم رؤية اصلاحية ورؤية معناتها فكرية في تونس، لكن الرؤية هذيك انت ما تنجمش تاخذها كما نحن نقولوا مسلمة صحيح أو مسلمة. وغير هذية معناتها كانت نوعا ما نحسها في كما نحن نقوله في طبقة معينة أو في اللي هما مثلا البيات الجيوش اللي كانوا قراب من السلطة، لكن عامة الشعب كان في الفترة ذيك كان يدفع في جيبية وكان يخلص، معناتها هما كانوا يحبوا يرجعوا في فترة ما الخسائر اللي خسروهم عن طريق الرعاية هذوما. معناتها جينجي الجيل الواحد كان يدفع في 36 تقولوا باش تعوض انت الخسائر متاع كتفال 72. إيه ولكن هو بسبب كونه نحى تجارة الرق اللي هي كانت عندها عائدات كبيرة برش. خلينا نمشيو لشخصية علي بن غذاهم. شفنا كيفاش قبل يتفاوض وقتها وهذا المشهد تفعلوا فيه برشا ناس، وقبل يتفاوض وقت اللي قبل هدية البي، ومن بعد قعد يتخابر مع جهات أجنبية كيف ومن بعد قبل هنشير الروحية وطلب كونه يتمكن خوه كونه هو يخو قيادة التماجر. يقولك لنا كينكم خرجتوا البطل هذا باي الشعب علي بن غذاهم بين ظفرين، خرجتوا في أكثر من فرصة في صورة المرتشي والمتخابر. لا هو نحن ماناش انتي ما انت أكيد شفت الفيلم وجيش كن وضح من بعد الرؤية الأخرى اللي هو قالك انه البي استعمل الإشاعة هذية انه راو علي بن غذاهم مش قاعد يتفاوض عليكم، راو قاعد على شخص هو راو وصل صدق به، معناتها كما احنا نقولوا اعطاه لمين، معناتها انت وصلوا وبعد انقذ العهد ومن بعد دخل في الحكايه الوشايه ذي راهو مش يتفاوض عليكم، راهو قاعد يتفاوض على اخوه وانه راه باش يشري شيره روحيه اخوه باش يولي قايد ميجر. وهو علي بن غذاهم يمكن انا علاش قلت لك هذه السجاده اللي كانت هذه الكلمه اللي نستنى فيها منك ايه خرجته بصوره السذج. لا ما كناش شوف ما كناش نحن ناويين ان نخرجوا له بصوره السجاده، ولكن في بعض الاحيان خلينا نقولوا عدم حنكه سياسيه بالطبيعه عدم حنكه سياسيه معناتها
هو عدم حنكة سياسية كيفاش نفسلك وعليه بنغذيهم كان معناتها في الفترة هذيك يتسمى هو الشخصية الوحيدة اللي متثقفة واللي, 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 واللي قارية وكان عنده ثقافة زيتونية ف معناتها هو كان يتكلم على أساس أنه هو حب يوصل للاتفاق معناتها ما حبش يدخل في المواجهة اللي بنغذيهم فهمت وهذايا اللي الانشقاق اللي صار بينه وبين الثوار فانقلب السحر على الساحر الأفلام الفيلم خليني نكمل بس أسأل بعد نجيك منير في الريكاب الفيلم موجود على دو بارتي في الشين يوتيوب أنا شفتهم الاثنين بطبيعة البارتي الأولى تقريبا فيها 10,000 مشاهد وما عندوش برشا ملي هبط والبارتي الثانية فيها 5,000 يعني تقريبا اشتر كيفاش تقرأ سماح الأرقام هذه؟ هو الفيلم مازال كيهبط راهو مش نحكي على الأرقام كونوا 10,000 غدوة إن شاء الله يكونوا 500,000 نفرح كل ما تشافوا أكثر ولكن ما تراش كونوا مدة الفيلم كانت طويلة برشا وإحنا في زمن نحبوا شباب توا يشوف تاريخ البلاد ولكن طريقة عصرية الساعتين هذوما كانوا ثقال عليه برشا توافق كيف نقول هكا ولا وإلا لا اسمع ما هو ما تنجمش أنت تجسد حاجة تاريخية متسجلهاش زادة بطريقة معناتها صحيحة وصادقة معناتها كيكا باش تولي كأنك تهرب فترات زمنية أو بأحداث زمنية مهمة أو شخصيات فعلة في الحدث ما تنجمش تنفي معناتها ما تراش اللي ساعتين برشا وساعة ونص غير هما 7:05 أي ساعة ونص ذكر به الأفلام الوثائقية التاريخية السياسية هذه هي أفلام خطيرة سماح هي بمثابة المشي على البيف على خاطر التاريخ يكتبوه المنتصرين واعية بخطورة ما تقدمه واللي بتاتر إن شاء الله ليه نجم تتورط فيه ما نجم شوف إيجا نقولك نحن أنت كجي تخدم فيلم تاريخي راه ما تنجمش صحيح أنت نحن كمخرجين بطبيعة عنا رسالة نحب نوصلها في الفيلم لكن الفيلم في حد ذاته الفيلم التاريخي راه يفرض عليك أنك باش تمشي على حسب الأحداث الحقيقية اللي موجودة معناتها لكن يزمك تبحث أكثر ويزمك معناتها تدخل في تفاصيل التفاصيل باش تنجم كتجسد أو أنك باش تغير حقيقة تاريخية تكون عندك دليل ويكون عندك وثيقة وتكون عندك شهادة حية ما تنجمش معناتها تبنيها على حسب معناتها فرضية صحيح الفرضية موجودة عندك لكن الفرضية يزمك تبنيها على حقائق ودعائم معناتها سبق وقدمت برشا أعمال في نفس التصنيف مع الجزيرة تحب ولا تكره قضية الجزيرة عليها 300,000 نقطة استفهام في علاقة أجندتها السياسية بتونس واهتمامها بالشأن التونسي يقول القائل علاش ما حاولت السماح كونك تخرج من جلباب الجزيرة سيبو عملت معها تجارب وبرهنت قدراتك كونك قادرة تعمل أفلام مهمة وتتوجه للشكل التونسي إيش تعمل فسر لك هوني في الميكرو قل لي سماح يعني نحن مخرجين صحيح ولكن الشركات الانتاج هما اللي يتعاملوا معناتها مع الجزيره به لانه عندنا اشكال كبير في تونس كتحب نحكي ونحكي في يعني الموضوع يعني تقول مكره اخاك لبطل بطبيعه مكره اخاك لبطل طب انت مثلا انا نعطيك اكزامبل مثلا سي شكر باجيل اللي هو كان منتج الفيلم هذا انت سي شكر باجيل خدم احمد دتليلي خدمنا معناتها خدمه برودكسيون وحده لا جزيرة لحد شيء ودار بيه في تونس مصورك سمعت بيه وكل شيء معناتها هو جوسكا تاتانستون يحب يعرضه في القناة الوطنية ولتو يستنى في لاكوخ قداش تكلف بي الشعب قولي قداش تكلف بي الشعب خلي الناس تفهم في قل الانتاج الوثائقي قداش نصور في حكيت جقوة 300 ولا 400 300,000 دينار حاجة هكا باهي نمشي معاكم منير الفلاح في لو ريكاب لو ريكاب والله الواحد يفرح وقت اللي يشوف مخرجة شابة قدمت يعني عمل وثائقي بالحجم هذايا يفرح لأنه العديد من المخرجين الشباب اللي قاعدين يفرضوا رواحهم خاصة بعد الثورة على مستوى الساحة السينمائية ويقدموا في تجارب تبشر بكل خير نشوف اللي ممكن المغامرة ما عارش قريت لها انت حسابها ولا مغامرة كبيرة اللي قمت بها أنك تطرق لشخصية تاريخية كما علي بن غلام يعني في ظروف يعني كريتيك بالنسبة لتونس يعني في مرحلة هي بيدها قاعدة تعيش في مخاض وأنك تحاول تقرأ التاريخ يعني بطريقة أخرى
أنا شفت بعض الأسماء الموجودة في الفيلم اللي أعطت رأيها، ما نعرفش أنا كيما سيمسي الهدي جلاب ولا كيما هذوما، كان دور متاحهم أنهم يتكلموا في وسط، يعطيوا رأيهم في وسط الفيلم، وإلا كانش عندهم رؤية يعني تاريخية ولا تصحيح تاريخي للمشروع. معناتها كانوا شيء، معناتها تقول شهادتهم كانت مساهمة في تعديل حاجات في السيناريو، وإلا خذينا شهادة وكان من بعض شهادة، وإلا هم بيدهم كان عندهم يعني تأثير على مستوى سير الفيلم ككل. بجوز انا حاب نوضح فكره بسيط. السيناريو والفكره هو كان للمنتج اللي هو شكر بورجي، ونحن معناتها كمخرجين نفذنا العمل. نحن كان معنا مستشار، معناتها كيما نقولوا مستشار تاريخي اللي يتابع الفيلم، هو اسمه امين حمدي، اللي هو هذا معناتها عامل دراسه كبيره على ثوره العربان. بالنسبه للمؤرخين اللي كانوا موجودين معنا في الفيلم، المؤرخين هذوما نحن نختارهم على حسب المحاور اللي نحن باش نبنيو عليهم القصة في الفيلم. بتبيعوا ونشوفوا كل واحد فيهم شنو الاختصاص متاعو، شنو ينجم يزفنا وشنو ينجم يصحنا. فعلى حسب التوجه هذيك اللي يصير في المحاور نمشيوا لكل مؤرخ شنو فيش ينجم يضيفنا بتبيع، ولكن يكون فما بتبيع كما نحقولوا المحاور الموحدة اللي هما فما مثلا 3-4-5 questions يكونوا على طول الفيلم لكل المؤرخين اللي موجودوا اللي يكونوا موجودين في الفيلم، وكل واحد يعطي الرؤية متاعه. لكن فما ناس يكونوا معناتها بريسيز في حاجات بريسيز نحكيوا معهم معناتها. على كل هو الفيلم بالحق ممتع برشا، وانا متفرجت فيه باش نعاود نشوفه مره اخرى، والناس اللي تسمع فينا تلقاه موجود على باج الجزيره وشين يوتيوب كيف ومهم برشا كونه ندعموا الاعمال التونسيه هذه بالمشاهده، وهذا تاريخنا مهم برشا نتشبعوا بتاريخنا. نشكرك برشا سامح ماشي ومرحبا بيك على جوانا فام. كل ما يكون عندك جديد نخلي لك في دقيقة كلمة الختام. أنا نحب نشكر سي شكر بوعجيلة اللي أعطانا الفرصة هذية، اللي هو منتج الفيلم. نحب نشكر أمين الله الغربي اللي هو المخرج معايا في الفيلم. نحب نشكر كل الفريق اللي كان في الفيلم، محمد جلالية المعنتا كان معنا مونتاج وصل فترات يخدم وحده لأن كنا في حجر في البريود، كنا في حجر. نحب نشكر كل إيكيب من جرافيس من مصورين من أكسسواريست من كوستيمي من الناس الكل. نحب نقول لهم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله في حاجة ما أهم إن شاء الله يا ربي. شكرا لك. الأخبار وراجعين في تابي روج.